الذي أسس أركانه أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، غفر الله له ورحمه. وها هي الكويت اليوم تستمر بهذا النموذج الفريد. مشاهدينا الكرام، معا نشاهد هذه الرحلة الأخيرة للمغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، محمولا عبر هذا الموكب المهيب وموشح نحشه بالعلم الكويتي. رحل قائد الكويت، وها هي تودعه الكويت اليوم في رحلته الأخيرة شيبا وشبانا، رجالا ونساء تلهج ألسنتهم بالدعاء لأمير عاشوا معه طوال عهد، شهد نقلة كبيرة في كافة المجالات، حيث أضحت الكويت في عهده نموذجا مريدا. نتابع وإياكم هذه اللقطات الفارقة في تاريخ الكويت بفراق باري رهضتها حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. الكويتيون اليوم يودعون أبا وقائدا تمكن من أن يحشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات. خير الأعمال خواتمها، وأمير الخير كان آخر عهده بالكويت وأهلها عفوا عابرا فوق كل ألغام السياسة وأحداثها العابرة. توشحت الكويت اليوم أحزانها على رحيل أمير العفو إلى مثواه الأخير. نكست الأعلام وبكت ألوانها وهي تشيع أمير العطاء إلى مثواه الأخير. العظماء في عرف التاريخ لا يموتون بل يخلدون في صفحات المجد، والمتواضعون في تعاملهم مع شعوبهم يحفظون ذكرى خالدة، فسيسجل العطاء والتواضع. الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحل أميرا متربعا عرش المتآلفين في حبه عطاء متدفقا يمسح أحزان الدنيا في مشارقها ومغاربها، وجسور للخير ممتدة على خارطة المآسي في مختلف القارات.